أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو أحمد يقول: من هم أهل الشجرة في الآية الكريمة حفظكم الله؟ المراد بهم حديبية، بيعة الحديبية، بيعة صلح الحديبية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فصده المشركون، هو وأصحابه ومعهم الهدي، صدوهم في مكان يقال له الحديبية قريبا من التنعيم، أو هو طرف التنعيم، صدوهم عن الدخول إلى مكة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة تفاوض معهم لعلهم أن يرجعوا عن فكرتهم وعن صد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمحوا بدخول الرسول وصحابته للعمرة. فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. لما بلغهم الخبر بايعوه على الموت أنهم سيقاتلون المشركين تحت شجرة، الشجرة هذه في الحديبية. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. كان بعد ذلك من الناس من في عهد عمر من يذهب إلى هذه الشجرة يتبرك بها، فسأل عمر رضي الله عنه: لماذا يذهبون؟ قالوا: يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان، يعني يتبركون بها. فأمر بها عمر رضي الله عنه فقطعت درءا للفتنة. نعم.